احملوا الهدايا. اريد ان اقدم الفضة تحديدا يا ساري. أين أضع هذه؟ أعطهم إياها علي تايجو. لما أتعبتم نفسكم يا سيدي؟ أنا كنت قد أخبرتكم عن الحال. لنلقي التحية أولاً يا سيد قاسم. بالتأكيد، أهلاً وسهلاً. أهلاً بكم يا سيدي. إن عملنا ليس الثرثرة أبداً يا بني، فنحن ندير الملك. نحن نعلم أين وكيف يجب علينا أن نتصرف إذا سمحت لنا. أستغفر الله. أنت يكفيك أن تفعل ما يجب أن تفعله. اترك لنا القلق. سلمت يدك يا قاسم. أتعبت نفسك أيها السيد قاسم. واجبنا. لقد سمعنا أن هناك في بلدة سفر حصار من يقوم بكسر سعر القمح، وأنت لا تعرف من هو، وهو بالتأكيد يريد أن يضر بتكيتكم. هذا صحيح، جميعنا نطالب بالحق، لكن الحق لا يضيع عنده الحق. بالتأكيد، تماماً كما قلت يا شيخي. جميعنا نريد، لكننا لا ننظر حولنا، من هو الصديق ومن هو العدو. لقد مضى وقت طويل، وقلت في نفسي إن هموم الدنيا لا تنتهي، فقررت أن آتي وأطمئن على حضرتكم يا شيخي. من يسأل عنا كثيرون يا سيد أراغون. حالتنا جيدة، أتينا وأقمنا وسنرحل في النهاية. أعني، ألا يوجد 1000 حساب للثعلب و1000 حساب للدجاج؟ مثلنا مثل الثعالب، لدينا المئات من الشكاوي، لكنها بالتأكيد بسبب الشيخوخة. إذا كان لديك أي شكوى يا شيخي، فقد جاء إلى أنقرة طبيب من الخارج، وهو من طلبة ابن سينا، هكذا علمت. يقولون إنه طبيب مشهور. ليبارك الله له بعلمه، لكن ماذا يفعل للعمر الماضي يا سيد أرجون؟ هل يوجد لديه علاج يوقف الزمان؟ أردنا أن نأتي ونسأل عن حالكم وخاطر حضرتكم، وفي نهاية الكلام أود أن أطلب منكم طلباً ورجاءً أيضاً. وما هو طلبكم يا ترى من شخص فقير مثلنا يا سيدي؟ لكي أقول لك إن وجد فنعم، وإن لم يكن فجوابي لا. على الرغم من عدم تقدير الشعب لنا، لكن بالتأكيد عملنا من أجل الشعب. لكن حتى الأطفال في المهد أصبحوا يعلمون أن مملكتنا تمر في وقت عصيب، وتمر في مشكلات كثيرة أيضا. وما دامت المهمات من عندنا، فيجب وجود التاجر في دكانه، والمزارع في حقله، والقروي بعد الحصاد يجب أن يعيش في طمأنينة أيضاً. ما أقصده يا شيخي أنه يلزم لي من أجل كل هذه الأعمال
مستشار يستطيع أن يمنحني المشورة والفكرة أيضاً. فقلت يا أرجون، الشخص الوحيد المناسب والذي يحمل تلك المواصفات التي أريدها ويستطيع أن يفسر تقريباً كل شيء هو شيخنا الكبير. دعنا نفكر في هذا سيد أرجون، سنفكر ونعلمه. سأستأذنك الآن يا شيخي. على الرحب والسعة. قاسم يا بني. أمرك يا شيخي. لقد نسيت أشياءك يا سيد أرجون. لطفاً منك أن تقبلوا منا هذه الهدايا يا شيخي. لكن الفضة ليست أبداً ذات قيمة أمام أعيننا. ظننا أنك كنت تحملها معك. ما شاء الله، من يرك يصبح لديه فضول. ماذا يفعل شيخي يا ترى بالملعقة؟ إن سألك أحد فقل له إننا سنبيعها. التجار في السوق لا يقولون كلاما حسنا عن السيد جندار أوغلو. الإنسان لو كان طائرا فسيكسرون أجنحته، حتى الماء في السوق بالمال، لكن الإنسان مجاني. يقولون إن الضرائب كسرت ظهرنا ومعهم الأهالي والقرويون. إن قالوا هذا فهذه الحال، نحن نخبرهم بالخسارة، لكن عندما نربح لن نقول لهم أي شيء. دع كل شيء جانباً، ليس لدي أدنى شك في كلامك يا شيخي، لكن ربما لم يستطع أن يخبرك إنه يريد أن... ماذا فهمت من كلامي معه يا قاسم إذن؟ نحن عملنا ليس مع السادة أو مع الأغوات، وبما أننا موجودون بين الناس فالذي يسمع كلام الناس سيسمع كلامنا، ومن لا يسمع كلام الناس لا ينتظر أن نعطيه المحبة ما لم يأخذها من الناس.